بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم مهندس علاء شعراوي من قناة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. النهاردة يا جماعة إن شاء الله بأمر الله هقدم لكم فيديو فيه تنسيق فنون جميلة وفنون تطبيقية بس الأدبي والعلمي 2020. بس السنة دي يا جماعة كان في مفاجأة غريبة جدا، إن أول مرة يحصل إن العمارة تاخد أقل من الفنون، وكمان حاجة تانية إن فنون تطبيقية تاخد أعلى منهم هما الاتنين. أول مرة يحصل الكلام ده. عشان كده يا جماعة أنا حبيت أنزل الفيديو دوت، لأن أول مرة يحصل الكلام دوت من سنين كتير جدا، إن التنسيق يبقى عالي بالشكل ده بالنسبة لفنون جميلة وفنون تطبيقية، ويختلف الاختلاف الغريب ده. يلا بينا بقى نشوف التنسيق عامل ازاي. أول حاجة هنبتديها إن شاء الله يا جماعة بالمجموعة الأدبية بالنسبة لفنون جميلة فنون للأدبي. أول حاجة يا جماعة هنبتدي بيها الأدبي. بالنسبة لفنون جميلة أدبي، عندنا بقى فنون جميلة فنون اسكندرية خدت 379، يعني 92.43%. تمام. وطبعا زي ما انتم شايفين كده بقية الكليات أو بقية الجامعات. أقل حاجة طبعا عندنا هنلاقيها هنا فنون جميلة الأقصر خدت 365.5، يعني 89.14% في معلومة يا جماعة حبيت بس أوضحها، وأنا قلتها قبل كده برضه في فيديوهات هتلاقوها إن شاء الله بأمر الله، إن الأدبي ليه فنون جميلة، فنون جميلة ديكور، فنون جميلة ديكور بس جامعة اسكندرية بس، أو فنون جميلة اسكندرية بس. هنا حلوان والكليات التانية ما بتقبلش الأدبي خالص بالنسبة للديكور. بعد كده يا جماعة نخش على الجزء العلمي اللي هو الشعب العلمية، علم رياضة وعلم علوم. بالنسبة للفنون الجميلة، فنون جميلة فنون، في عندنا يا جماعة 6 كليات: أسيوط، اسكندرية، حلوان، المنيا، المنصورة، الأقصر. تمام. أعلى حاجة طبعا السنة دي كانت خدت أسيوط، بعد كده أقل حاجة خالص عندنا خدت الأقصر. الأقصر خدت 90% و36%، وعندنا أسيوط خدت 94.26%. تمام. وزي ما حضراتكم شايفين كده ان اول مرة يحصل يا جماعة ان فنون جميلة فنون تاخد 94. 94 دي يا جماعة ده كانت علم رياضة، كانت للعلم للعمارة علم رياضة. اول مرة يحصل يا جماعة انها تاخد 94 فنون السنة دي. بعد كده هندخل على فنون جميلة عمارة، ودي لعلم رياضة فقط، لعلم رياضة فقط. هنلاقي هنا يا جماعة بالنسبة للكليات هنلاقيها قلت واحدة، يعني هنلاقيهم هنا بقوا 5 مش 6. تمام. يعني هنا هتلاقي نقصت الاقصر، الاقصر ما فيهاش عماره، الاقصر ما فيهاش فنون جميله عماره، فيها كل الاقسام ما عدا العماره. طب هنلاقي هنا اعلى حاجه عندنا خالص كانت حلوان، يليها اسكندريه، واخر حاجه كانت فنون جميله المنصوره خدت 80. اول مره يحصل من ساعه ما عملوا فنون جميله ان فنون جميله يا جماعه تاخد 80%. تالت حاجة بقى هنخش يا جماعة على فنون تطبيقية للعلمي فقط، اللي هو علم علوم وعلم رياضة. عندنا فنون تطبيقية في هم 4 بس: تطبيقية بنها، حلوان، دمياط، بني سويف. أعلى حاجة كانت بنها، وآخر حاجة أو أقل حاجة كانت بني سويف كانت 93.29%. وزي ما حضراتكم شايفين كده ان اول مره توصل فنون تطبيقيه ل 94 و75%. فانا بقول لكم السنه دي يا جماعه حاجه غريبه جدا جدا في التنسيق، يعني اول مره يحصل الكلام ده ان فنون تطبيقيه تاخد اعلى حاجه، بعد كده الفنون جميله عماره تاخد اقل منهم هي والفنون. انا مش عارف ايه اللي حصل السنه دي. وبكده بقى الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وما تنساش تفعل الجرس ليصلك كل جديد. نورتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.